القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المهد الفضائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، محطتنا لهذا اليوم هي في إحدى المحافظات الجنوبية. أجينا على ناسنا الطيبة، على ناسنا البسطاء، الناس الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر. طبعا احنا اليوم جيناهم محملين بكسوة مقدمة من الحاج ابو ناصر، الله يعطيه الصحة والعافية. هذا الرجل الذي كرس حياته في خدمة اهل البيت وايضا في الخدمات الانسانية والاعمال الخيرية، نتمنى له الخير والتوفيق والصحة والعافية. طبعا اليوم جينا على حي فقير جدا، هذا الحي يفتقر الى ابسط المقومات الاساسية للحياة، يعني منطقة تعبانة جدا، ناس بسطاء ثلاث ارباعهم ماكو عمل، يعني توفر لهم فرص عمل يشتغلون. أكثر الحي هم من البنات خطية اللي أعمارهم من 7 سنوات إلى 15 سنة. جمعنا عدد اليوم 150 بنت، راح نعطيهم كسوة، هاي الكسوة يستفادون منها بالمدرسة، وأيضا هم مقبلين على عام دراسي جديد، إن شاء الله تفيدهم في العام الدراسي الجديد يلبسونها بالمدرسة. إن شاء الله نتمنى الخير والتوفيق إلى كل من يساهم معنا في حلقات برنامج القلوب الرحيم. أعزائي المشاهدين، كثيرا من الحالات ترد إلى برنامج القلوب الرحيمة حتى نقدر نساعد أكبر عدد من الناس. نتمنى إن شاء الله تخلون إيدكم بدينا حتى نقدر نعين الشريحة التعبانة، الشريحة اللي دائما تحتاج إلى مساعدة. نتمنى لكم الخير والتوفيق، ودعواتكم لأبو ناصر اليوم اللي متمثلة بشركة النصر اللي راح تقدم هذه المجموعة من الملابس، فكونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيم. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. برنامج القلوب الرحيمة يساهم في ترميم وبناء دور الأيتام وتقديم المساعدة المادية والعينية لإتمام العمليات الجراحية للمرضى المحتاجين داخل العراق وخارجه. نقدم السلات الغذائية للعوائل المتعففة ونتابع كل فقير ومحتاج، وهذه الأعمال الخيرية كلها تأتي بمساهمتكم أيها المحبون المؤمنون الأخيار. فساهموا مع قناة المهد الفضائية وبرنامج القلوب الرحيمة، فالحسنة بعشرة أمثالها والصدقة هي مرضاة الباري. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع. القلوب الرحيمة. معا من أجل إسعاف المرضى وإعانة المحتاجين، فبرنامج القلوب الرحيمة هو الطريق إلى الحسنات والجنان. نساهم في هذا البرنامج الإنساني ومعكم جميعا من على شاشة قناة المهد الفضائية في مساعدة الأيتام والفقراء من ضيق الحال وضنك العيش. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. القلوب الرحيمة. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته
أحب إلى الله من صيام شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام، ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. أعزائي المشاهدين، عندنا بعد هذا الفاصل، وكما تشاهدون طبعا جبنا الملابس دخلناهم في مسجد، وأيضا هذا المسجد دائما أهل المسجد الخدمة طبعا فاتحين الباب للأعمال الخيرية، للناس اللي توزع أعمال خير يجون بهذا الجامع المبارك يقدمون المساعدات للناس، يأخذها بكل احترام وبكل إن شاء الله. فنتمنى الخير والتوفيق إلى خدمة الإمام الحسين وخدمة الحسينيات والجوامع اللي دائما يساهمون، أيضا هم من أول المساهمين في دعم شريحة الأيتام والفقراء والمحتاجين. اليوم معانا 150 طفلة أغلبهم من عوائل الأيتام، راح نقدم لهم كسوة، والكل إن شاء الله دعاهم إلى الحاج أبو ناصر حج فيصل، الله يطيه الصحة والخير والتوفيق، إن شاء الله الله يزيد خيره والله يبارك بأعماله. دائما ما ينسى الفقراء، ما ينسى المحتاجين، ما ينسى زوار سيد الشهداء الإمام الحسين. فدعواتكم له بالخير والصحة والتوفيق. إذن أعزائي المشاهدين، سوف نقوم بتوزيع هذه الملابس على البنات الحلوات اللي قاعدات ويانا، ونتمنى لهم الخير والتوفيق. كونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيم. Mm-hmm.
القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. أعزائي المشاهدين، شاهدتوا عملية توزيع الملابس على البنات المتواجدات ويانا إن شاء الله، واليوم هم فرحين. طبعا احنا قلنا اغلبهم للأيتام، راح ناخذ عينة من البنيات يحكين عن وضعهم. السلام عليكم عمو. عليكم السلام. إن شاء الله زينة. شو اسمك؟ نرجس. الله، خوش اسم حلو. تعرفين نرجس من هو ولدها من الأئمة؟ الإمام المهدي. عافية. الإمام المهدي أمه اسمها نرجس. زين، نرجس أنت يتيمة عمو؟ اي. كم وحدة أنتم بالبيت؟ أربعة. أربعة؟ ايوه، أخوي خمسة. خطية. أخواتك جايات وياك يو بس أنت؟ لا، بس احنا ثلاثة. ثلاثة جايات؟ اي. عافية، تدللن. شو تقولي لعمك أبو ناصر اليوم بهاي المناسبة اللي دز الملابس؟ شكرا. ها؟ شكرا. شكرا. عافية. أنت بالمدرسة؟ بياصف؟ ثالث. عافية. شلونك بالدراسة؟ زينة إن شاء الله. سريع عمو، سريع. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. السلام عليكم عمو. عليكم السلام. شلونك؟ زينة. شو اسمك؟ رقية. رقية. الإمام الحسين مو عنده هم بنية اسمها رقية؟ عافية. وين هسه المرقد مالتها؟ بسوريا، مدينة دمشق. زين؟ اي. رقية بنت الإمام الحسين، من راحوا سبايا هناك استشهدت، توفت. أي. الناس يزوروها. تذكرين دائما ما يقولوا لك رقية، تذكرين رقية بنت الإمام الحسين؟ اي. عافية عليك. رقية، اليوم شو تقولي لعمك أبو ناصر دز الملابس؟ شكرا أبو ناصر. شكرا عم أبو ناصر، إنسان طيب، هو يفرح من يشوف هيك بنيات حلوات، يشوف هيك الناس توزع. مو واكو ناس مغلسة عندهم فلوس، عندهم، ما يقول هاي للأيتام، ما يقول هاي الفقراء، يعني شو يخسر من يوزله صداري، قرطاسية، جنط؟ مو الناس محتاجة لولا. اي. تعد الجنطة؟ اي. ان شاء الله. استري يا عمو، مشكلة. أعزائي المشاهدين، طبعا الكثير هم كلهم ثلاث أرباعهم أيتام، ثلاث أرباعهم محتاجين، وثلاث أرباعهم فقراء. نتمنى من الناس الميسورة تحذو حذو الإنسان الطيب أبو ناصر، تحذو حذو الناس اللي دائما هو العطاء والكرم هو شجاعة الإنسان. فالإنسان الشجاع يتبرع وعد كلمته، يعني ما يغير. كثير من الناس يخابروننا ويتفقون ويانا لكن يغير، ما أدري شنو اللي غيره، فكثير يغير، يعني بسرعة يغير كلامه ويقول في وقت آخر إن شاء الله. في اللي يحب يتبرع أهلا وسهلا، والما يحب يتبرع هم أهلا وسهلا. فإحنا اللي يتبرع نفرح بالأيتام والفقراء والمحتاجين. فنتمنى لكم الخير والتوفيق، ونتمنى تساعدونا، لأن عندنا ناس بالأخص ناس مرضى جدا يتصلون علينا، لكن ما عندنا مال، ما عندنا مبالغ نشتري لهم علاج، ما عندنا مبالغ نوزع لهم حتى نخليكم تشوفوهم، خاصة المعاقين. يعني احنا المعاقين، الرجل كان ابو ميثم، وميثم الله يعطيه الصحة والعافية، ما مقصر منهم. فان شاء الله يعودون الناس اللي دائما يساعدون الايتام والمعاقين والمرضى، يعودون الى برنامج قلوب الرحيمة، ويقدمون ما يقدمونه للناس حتى يشكرونهم، حتى الله يزيد خيرهم، حتى الله يبارك بهم. نتمنى لكم الخير والتوفيق إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، الأرقام اللي راح تظهر على الشاشة واللي تظهر بين حين وآخر، هاي فقط مخصصة للتبرعات. اللي يحب يتبرع ويساهم
في برنامج القلوب الرحيمة من دعم مالي ودعم معنوي حتى نستقبل مواد غذائية، مو إشكال، نستقبل قرطاسية، نستقبل جنط، نستقبل بطانيات، نستقبل مدافئ. جاينا فصل الشتاء، ناس ترى كلها والله ناس فقراء بسطاء، أغلبهم عايشين بالتشينكو والبليت اللي يسمى عشوائيات. إحنا ما نروح ندق البيبان مع ناس تجار أو ناس عندهم رواتب ضخمة، كلهم ناس بسطاء، ناس فقراء. نتمنى لكم الخير والتوفيق، والله يوفق الجميع الذين دائما يخدمون الناس البسطاء والفقراء. إلى أن تلقيكم في حلقة أخرى من برنامج القلوب الرحيمة، في أمان الله. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. هي نعمة وتجارة مذخورة على الفرج، بدعاء أم حائرة أو دمعة طفلة ويتيمة تتحول لفرح وابتسامة. نعم، إنها تجارة مع الله صنعتها أيادي بيضاء. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام 2 شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام. ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال الإمام الصادق عليه السلام: ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تبارك وتعالى: علي ثوابك ولا أرض لك بدون الجنة. وقال الإمام الحسين عليه السلام: اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتتحول إلى غيركم. ومن نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة. قلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. للمساهمة يرجى التواصل على الأرقام التالية: 00964780100112، أو على الرقم التالي: 00964770576646، أو عن طريق الواتساب على الرقم التالي: 00964780500525. ويمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل info@almahdi.tv. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة.